أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران باتجاه مواقع محررة جنوب محافظة الجوف. وحاولت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع في جبال المحزمات، إلا أن قوات الجيش استهدفتها وأجبرتها على الفرار. وفي السياق، أكد مصدر عسكري أن قوات الجيش مستمرة في مطاردتها للميليشيا الحوثية في الجبال المحاذية لمحافظة صنعاء، وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على امتداد جبهات محافظة الجوف. صدت وحدات القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة هجوما حوثيا نحو منطقة بتار ومعسكر الجب الاستراتيجي شمال غرب محافظة الضالع. وأكد مصدر عسكري ميداني أن قوات الجيش والمقاومة خاضت مواجهات شرسة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية عقب صد هجوم عنيف نحو مواقع تتمركز فيها وحدات تابعة للمقاومة في النسق الأول بجبهة بتار جنوب غرب الفاخر بمديرية قعطبة. وأسفر عن المواجهات سقوط عدد من القتلى والجرحى من الميليشيات. وفي السياق، تبادلت وحدات القوات المشتركة المتمركزة بلكمة عثمان والمواقع الواقعة على الحد الشمال لمركز الفاخر وميليشيا الحوثي إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محاولة من الأخيرة التسلل. إلى ذلك، أفشلت قوات الجيش والمقاومة تسلل مجامع حوثية نحو معسكر الجب الاستراتيجي جنوب بتار جنوب غرب الفاخر. أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة حوثية مفخخة في سماء مدينة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة. وأفاد مصدر عسكري أن القوات المشتركة تمكنت من استهداف الطائرة المفخخة التي كانت تحلق في سماء المديرية وإسقاطها بنجاح. ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الخروقات المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي رغم سريان وقف إطلاق النار مع القوات الحكومية في مختلف جبهات القتال بالحديدة من قبل الأمم المتحدة وفق اتفاق السويد. تمكنت القوات المشتركة من تأمين مناطق عدة في محيط مديريتي الدريهمي وبيت الفقيه جنوب مدينة الحديدة على الساحل الغربي بعد صدها هجمات شنتها ميليشيات الحوثي وكبدتهم خسائر كبيرة، وتأمين محيط مدينة الدريهمي من هجمات الحوثي وخروقاتها اليومية. وذكرت المصادر أن الهجوم جاء ردا على خروقات الميليشيات المستمرة وحشودها ودفعها بآليات عسكرية إلى محيط المديرية على مدى الأشهر الماضية. وأوضحت المصادر أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الهجوم الأخير على الدريهمي، وكانت القوات المشتركة تمكنت من إفشال هجوم للميليشيات في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وقامت بتطهير عدد من المزارع في منطقة الحسينية. كانت الميليشيات دفعت إليها بعناصر مسلحة وقناصة ونصبت فيها مدافع هاون تم تدميرها.